بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حضرموت، وباعثها المستمع رجب حميد عاشور، يسأل ويقول: إذا جئت إلى الصلاة والإمام قد انتهى من قراءة السورة ثم كبرت، فكبر الإمام إلى الركوع، هل تعد هذه ركعة بالنسبة لي أم يجب علي القضاء لأنني لم أقرأ الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من جاء والإمام راكع أو قبل الركوع فإنه يركع معه وتجزيه هذه الركعة والحمد لله، لأنه قد أدركها، بدليل أن أبا بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع دخل معه في الركوع، ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأداء الركعة التي أدركه فيها، وإنما قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني إلى المشي وأنت في الصلاة، لأنه ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فنهاه عن ذلك، ولكنه لم يأمره بقضاء الركعة، دل على إجزائها والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: مر بضائقة مالية فباع في ذلكم اليوم جهازا يعتقد أن بيعه فيه شبهة، ويسألكم عن الحكم، جزاكم الله خيرا. لم يبين هذا الجهاز حتى نعرف هل هو محرم بيعه أو غير محرم، والمعروف عند أهل العلم أن أدوات له محرم بيعها وحرام أكل ثمنها، والواجب إتلافها، مثل آلات المعازف والمزامير وآلات الغناء، هذه يجب إتلافها ولا يجب بيعها ولا شراؤها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: ما حكم من لم يكفر الكفار؟ وجهوني حول هذه القضية وفقكم الله. من لم يكفر الكفار فإنه يكون مثلهم، يكون كافرا مثلهم، لأنه وافقهم على ما هم عليه من الكفر ورأى أنه غير كفر، لكن هذا في حق من يعلم ويعرف ما هو الكفر، أما الجاهل الذي لا يعرف ما هو الكفر فهذا لا يجوز له أن يكفر الناس بغير علم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كفر بعض الضالين وبعض العصاة ولكنه يقيم الصلاة معهم، ما هو رأيكم فيه؟ قلنا إنه ليس من حق كل أحد أن يحكم بالكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يكون عنده علم بأنواع الردة ونواقض الإسلام، أما الجاهل فإنه لا يدخل في مجال التكفير لئلا يكفر مسلما بغير حق، أما إذا كان يعلم نواقض الإسلام ويعلم أسباب الردة وثبت عنده أن هذا الشخص مرتكب لشيء منها، إنه لا يجوز له أن يصلي خلفه لأنه مرتد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ذبح الرجل للقبور وهو لا يعلم الشر، هل يعذر بجهله أم لا، مع العلم أنه في وسط فيه عدد من المسلمين؟ من كان يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن أو
يسمعه ويسمع الأحاديث ويسمع الخطب في الجمعة وغيرها من برامج الدين التي تذاع في الإذاعات، فهذا غير معلوم بالجهل، لأنه قد بلغته الحجة. إذا كان يذبح لغير الله فإنه مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. وإنما يعذر بالجهل من انقطعت عنه وسائل العلم ولم يبلغه شيء، أن كان في بادية بعيدة عن المسلمين أو في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين ونشأ على الجهل ولا لم يبلغه حجة، فهذا هو الذي يعذر بالجهل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين يقول: أنا رجل لا أستطيع أن أحج بالإحرام لأنه يضايقني كثيرا بأشياء لا نود ذكرها، هل يصح أن أحج بملابسي العادية وهل هناك فدية؟ أرجو توضيحها جزاكم الله خيرا. الواجب على المحرم الذكر أن يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزار والرداء، فإن احتاج إلى لبس المخيط لمرض أو لآفة يحتاج معها إلى لبس المخيط فإنه يلبس ويفدي الفدية المخيرة، وهي صيام 3 أيام أو ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء، وباعثتها إحدى المستمعات تقول غادة الصوالحي. الأخت غادة لها رسالة من 4 صفحات من القطع الكبير، هذه الصفحات الأربع تضمنت 9 أسئلة، وكل هذه الأسئلة تدور في بحر البدع، حيث أنها رأت الكثير والكثير مما تيقنت أنه من البدع. فتسأل أولا عن الذكر الجماعي، هل هو بدعة؟ كأن نقول مع الأخوات مع بعض وبصوت واحد لا إله إلا الله أو غير ذلك من الأذكار أو سورة ياسين وبصوت واحد، جزاكم الله خيرا. لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع ومطلوب وفيه فضل عظيم، قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولكن ذكر الله يكون بما شرعه الله سبحانه وتعالى وعلى الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وما عليه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل مسلم يذكر الله سبحانه وتعالى بالذكر المشروع وفي المواضع التي شرع فيها الذكر كأدبار صلوات الخمس وفي آناء الليل وآناء النهار، ولكن كل مسلم يذكر الله لنفسه من غير أن يرتبط بآخرين أو بصوت جماعي أو بتلقين من واحد والبقية يرددون ما يقول، فإن هذه الصفات صفات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثانية التي تسأل عنها: هل المسبحة بدعة؟ وهو سؤال قديم جديد، ومن زمان قديم سمعت البعض يقول إنها بدعة، ورغم ذلك كنت أستخدمها، وسمعت أيضا أن استخدام الأصابع أفضل لكي تشهد عليك يوم القيامة ولإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قناعتي أن الله قادر على إنطاق المسبحة لكي تشهد علي. المهم فجأة أصبحت لا أستخدمها خوفا من عقاب الله، رغم أنها تسهل علي كثيرا عندما أستغفر الله وأذكر الأذكار. أرجو جوابا أكيدا صارما عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، وهل أستخدمها أم لا؟ التسبيح والتكبير والتهليل والذكر بالأصابع أفضل، لأنه استعمال لها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها تشهد لصاحبها يوم القيامة. وإذا عدى الذكر بشيء آخر كالمسبحة فهذا شيء مباح، أو بحصيات يعد التسبيح والتكبير والتهليل بحصيات كما فعلت جويرية أم المؤمنين ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ذلك، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، ولكن التسبيح بالأصابع أفضل. إلا من يعتقد في المسبحة أن لها فضل كما يعتقده الصوفية ويتخذونها شعارا فهذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن استعمالها من غير اعتقاد جائز شيخ صالح، اللهم إلا للضبط وضبط الأعداد. نعم، استعمالها من باب
الاستعانة بها على ضبط العدد نعم من المباحات الحمد لله ما لم يعتقد فيها فضيلة. طيب نعم. طيب جزاكم الله خير وأحسن إليكم. هل الصلاة النارية بدعة؟ وكثير لا يعلمونها وهي نوع من الذكر وهي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ثم تستمر في هذه الصلاة النارية كما سمتها وتسأل هل هي بدعة أو لا ثم تقول إني نذرت نذرا إذا نجحت أن أقولها عددا معين بصراحة قلت عدد كبير فإذا كانت بدعة ماذا أفعل بدل هذا النذر الذي علي جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة على اسمها نارية أنها تولد صاحبها النار لأن فيها والعياذ بالله فيها توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه يفرج الكربات وأنه هذا شرك بالله عز وجل وعلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفرج الكربات ويفتح المغلقات وهو الله جل وعلا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومبين لما أنزل إليه من رب وقدوة للمؤمنين فيما يفعل وفيما يقول وفيما يترك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما أن يتوسل به بمعنى أنه يجعل واسطة بين العبد وبين الله في قضاء حاجاته تفريج كرباته أو يعتقد أنه هو يفرج الكربات ويجيب الدعوات ويحل المشكلات هذا كله هنا الغلو والإطراء والشرك بالله عز وجل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالصلاة عليه أن تقول اللهم صل وسلم على محمد أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بأن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد بهذا اللفظ. أما هذه الألفاظ المحدثة والألفاظ الشركية والبدعية فإنها تضر من قالها لأنها بدعة. جزاكم الله خيرا. والنذر نعم والنذر التي نذرت أنها إن حصل لها شيء معين أن تقول هذه الصلوات هذا نذر باطل لأنه نذر ما لا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن هذه المجتمع وقعت في شباك من المبتدعة فهي تسأل عن الموالد ثم تسأل عن زي معين يلبس وهو الجلباب بالنسبة للمرأة لكنه قصير ثم تسأل أيضا عن نوع من الذكر يجتمعنا فيذكرنا الله على طريقة معينة ثم يدفئون الأنوار ويعلقون ألسنتهم كما تقول في سقف ويمسكون المصباح عند قلوبهم ويغمضون عيونهم ثم تستمر في وصفهم ثم تسأل أيضا عن المقولة القائلة يا أيها الأعزل احذر فراسك المستقيم فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر واتقوا فراسك المؤمن وهكذا شيخ صالح. ما هو توجيهكم باختيار الرفقة والجلساء والعباد وفقكم الله ثم تذكر أن لها شيخة تلقنها على ذلك المسلم. هذه الأمور التي ذكرتها كلها مخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. من ناحية اللباس المسلمة تلبس ما يسترها من جلباب وغيره يضفي على جسمها ويسترها ويكون واسعا ولا يكون فيه زينة تجلب الأنظار هذا من ناحية اللباس. وأما من ناحية الأذكار التي ذكرتها والاجتماع لها فهذا ليس بمشروع. المسلم يذكر الله بدون أنه يجتمع مع آخرين وبصوت جماعي أو بتلقين
للآخرين واعتقاد أن ذلك فضيلة، ولتحذر من هذه الشيخة التي تعلمها لئلا تكون مخرفة ومبتدعة، فعليها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤال أهل العلم. وأما ما ذكرت من الصفة الغريبة وهي أنهم يجتمعون ثم يأتي عليهم حالة يعلقون ألسنتهم ويصمتون أو أنها تضع المسبحة على وضع معين، كل هذه من خرافات الصوفية التي ما أنزل الله بها السلطة، وهذه حالة من أحوالهم البدعية، لأن لهم أحوالا غريبة مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، عليها أن تبتعد عن الصوفية نهائيا، وعن اجتماعاتهم وعن مشايخهم ومشيخاتهم، أن تبتعد عنهم نهائيا، وأن تحافظ على دراسة الكتاب والسنة وسؤال أهل العلم والجلوس مع أهل السنة والناس الذين هم على عمل موافق للشرع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى، رغم أهمية هذه الرسالة وأنها تستحق أكثر من حلقة في الواقع نظرا بما تضمنته من أشياء ملفتة للنظر، ومن بين تلك الأشياء الموالد. أما الموالد فقد نبه عليها كثيرا وأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تجوز إقامة الموالد لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للمشايخ ولا لغيرهم من أفراد الناس، كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تقليد للنصارى الذين يقيمون المولد للمسيح عليه السلام، ولا شك أن المسيح بريء من ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الرسل كلهم جاءوا بإقامة شرع الله عز وجل، كلهم نهوا عن الضلال والبدع والخرافات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. ألم يشرع الله على لسان نبي من الأنبياء ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إقامة هذه الموالد؟ وإنما هي بدعة أحدثها من تحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإنما حدثت بعد القرون المفضلة الأربعة. فالحاصل أن هذه الموالد بدعة، وإذا انضاف إليها الغلو بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستنجاد به كما يفعلونه في هذه الموالد، وكما يقول شاعرهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى آخر ما قال من الغلو والشرك والعياذ بالله. وهم يرددون هذه القصيدة المسماة بالبردة في أعياد موالدهم وما فيها من الشرك الأكبر، وربما يزيدون على ذلك بأشياء كثيرة. الحاصل أن هذه الموالد لا خير فيها ولا تولد إلا شرا، ولذلك جرت إلى الشرك والغلو المخرج من الملة، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشاب أو الشابة إذا ما أراد التعبد، إذا ما أراد التفقه في الدين، بماذا ينصح الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ إذا ما أراد التفقه في الدين فعليه طلب العلم على أيدي العلماء المعروفين بالعلم والصلاح والاستقامة والسنة، عليه أن يتعلم على أهل العلم. وأما من ناحية التعبد فعليه بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة، وأيضا المحافظة على الرواتب التي مع الفرائض، 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، هذا هو الأكمل. وإن اقتصر على 2 ركعات قبلها و2 ركعات بعدها فلا بأس، و2 ركعات بعد المغرب و2 ركعات بعد صلاة العشاء و2 ركعات الفجر، هذه هي الرواتب المؤكدة التي يتأكد المحافظة عليها، إلا في حالة السفر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بها. وكذلك عليه أن يحافظ على الوتر، وأن يوتر من الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت الوتر، في أي وقت أو في أي ساعة أوتر فقد صادف وقت الوتر، ولكن إذا أضاف إلى الوتر تهجدا من قيام الليل في أوله أو في آخره وآخره أفضل فهذا أحسن. وعليه بالإكثار من الطاعات، وعليه تجنب المحرمات والمعاصي، هذا الذي يريد أن يتدين لله عز وجل ويعمل لنفسه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، صلاة الأوابين هل هي صلاة الضحى أم هي تلك الركعات التي يركعها بعض الناس بين المغرب والعشاء؟ هي على المشهور صلاة الضحى حين ترمض الفصال، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة
الأوابين حين ترمض الفصال، يعني من انتهاء الضحى ونزول حرارة الشمس أو أول حرارة الشمس على الأرض، هذه صلاة الضحى. وكذلك ما بعد ما بين المغرب والعشاء ورد فيه أن فيه صلاة الأوابين من تنفل في هذا الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هي تطلق على النافلة بين هذين الموضعين في هذين الموضعين، لكن الموضع الأول أشهر وآكد الذي هو الضحى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حوطة بني تميم، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين زاي. هذا المستمع يسأل ويقول: أفيدكم أنه كثيرا ما يحصل معي الشك مثل اليقين بأنه يحصل مني حدث أثناء الوضوء، وحينئذ أكرر الوضوء ما بين 3 إلى 6 مرات، وأحيانا تقام الصلاة وأنا لا زلت أكرر الوضوء، وجهوني كيف أتصرف الحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. فيه فرق بين الشك واليقين، فهذا الذي يحصل مع السائل شك ووسوسة وليست يقينا، فإنما هي وسوسة من الشيطان، فعليه أن يرفضها وأن يتوضأ أول مرة ثم يخرج ويصلي مع المسلمين، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس ولا يكرر الوضوء عدة مرات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى